بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم علينا وعلى جميع الأهل في سوريا، سواء كانوا نازحين ولا بالشتات ولا بالخيمات، ومنهم رمضان كريم عليكم. إن شاء الله رمضان يكون خير علينا وعلى جميع المسلمين في سوريا خصوصا، وإن شاء الله ما بيجي العيد إلا الكل رجع على بلده وخاصة مثلا. نحن تابعين للجنة الإغاثة والمهجرين المتابعة للمجلس المحلي السوري في مدينة الدارة. قلنا بفكرة إفطار صائم، وبلشت الفكرة معنا متواضعة، بعدين الله فتح علينا وجانا دعم من هيئة إغاثية من أهل البلد، وخذنا المغتربين من براءة البلد ومن أهل البلد المساعدة، وكبر المشروع. مشروع قمنا بنغطي إفطار صائم لحوالي 400 عائلة مقيمة بالمراكز والتجمعات والجوامع. نحن اليوم ثاني نهار رمضان والعمل ماشي على أحسن ما يرام، وخير كثير الحمد لله. إن شاء الله قدرنا ونتابع لنهاية الشهر نخدم أخواننا المهجرين ونساعدهم ونخفف عنهم ظروف معاناتهم وهجرتهم. الله يعطيكم العافية. المشروع بشكل عام الهدف الأسمى منه انه هو يعني انه يشعر الاخ الوافد الى مدينه قارب المواساة، نحن نشعر بشعوره انه هو تهجر من بلده وقاعد بمكان غير مناسب وقاعد بجو غير مناسب، فنحن برمضان شاعرين بشعوره، ما هو نحن بدنا نقعد ببيوتنا ناكل ونشرب وهو قاعد يعني قاعده غير لائقه. هذا رقم واحد. رقم ثاني انه المشاركه في الاجر والثواب اللي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه من فطر صائما كان له مثل اجره، فهذا الجهد وهذا النشاط الشيء من الشيء كلها سواء متبرعين جسديا ولا ماديا ولا اي نوع انواع التبرع او سياره او اي شيء، انما هو بغايه الحصول على الاجر والثواب اللي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم.